السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انت بتسمع أمنية الشامي، وده برنامج محب الله ورسوله. وصلنا الحلقة اللي فاتت عند هلاك قوم عاد بريح صرصر عاتية، وازاي ان الله عز وجل نجى هود عليه السلام ومن آمن معه، وموت سيدنا هود ودفنه في حضرموت، ومر الأيام والناس بترجع للكفر، وجاء نبي كريم آخر هو صالح عليه السلام. صالح هو نبي عربي من أحفاد ثمود، فهو صالح ابن عبيد ابن إساف ابن شامخ ابن عبيد ابن حازر ابن جابر ابن ثمود ابن عامر ابن إرم ابن سام ابن نوح عليه السلام. فهو من ثمود، وثمود من عاد. ثمود تركوا اليمن إلى شمال الجزيرة، سكنوا في منطقة اسمها الحجر، وده اسم كريم لصورة في القرآن الكريم، فصورة هود والحجر والأحقاف كلها بتتكلم عن هذه القصص. يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. أصحاب الحجر هم قوم صالح، قوم ثمود، سكنوا في مدائن صالح في الحجر، وهي منطقة شمال غرب المدينة المنورة، 380 كيلو شمال غرب المدينة المنورة. نحتوا ليهم مساكن في الجبال، ورثوا الصناعة دي من عاد. يقول الله سبحانه وتعالى: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. جابوا الصخر يعني قطعوا الصخر. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم. مساكنهم ما زالت موجودة، عاد وثمود ما زالت مساكنهم موجودة حتى الآن، والله سبحانه وتعالى ذكر لنا إزاي نحتوا الجبال قدرة عجيبة جدا وقوة هائلة. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد. بعد عاد ثمود هم من حكموا وورثوا الأرض، وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا، فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. نفس طريقة عاد، لأنهم من قوم عاد وورثت عاد، وأنعم الله عز وجل عليهم كما كان منعم على قوم عاد، جاءهم نعيم كبير لعلهم يتعظون. من اللي حصل لعاد؟ يقول الله سبحانه وتعالى على لسان صالح: أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وذروع ونخل طلعها هضيم. زرع كتير منتشر، هضيم يعني سهل الهضم، نعم كتيرة جدا جدا، وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، فاتقوا الله وأطيعون. نفس طريقة عاد، سهول فيها بيوت وجبال فيها قصور، جنات نعيم عيون نخيل. الله سبحانه وتعالى جدد وكرر لهم التجربة، أعطاهم الفرصة يمكن يتعظوا من اللي حصل لعاد، لكن للأسف كفروا بالله وما اتعظوش، ما تعلموش الدرس، عبدوا الأصنام. بعث الله سبحانه وتعالى من بينهم أخاهم صالح عليه السلام، وكان حكيم وعاقل، كان حتى عالم حتى من قبل ما النبوة تجيله، وكانوا بيرجعوا إليه في مشورتهم، وكان من أسرة كريمة وشريفة، فكانوا بيتوقعوا أن هيكون له شأن بينهم. فلما طلبهم بالإيمان وبعبادة الله الواحد لا إله إلا هو رفضوا، قالوا له: يا صالح، لقد كنت فينا مرجوا قبل هذا، كنا بنأمل فيك، كنا بنرجو إن هيكون لك شأن عظيم بينا، تقوم أنت تطلع لنا بالكلام الغريب ده؟ فظل يدعوهم ويدعوهم، قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. دعوة كل الأنبياء: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. استعمركم فيها يعني عمرتوها بالعمران. فاستغفروا ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قال لهم:
لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة؟ لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. فاتقوا الله وأطيعون، ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. ذكرهم ووعظهم زي ما هود بالظبط أما وعظ عاد، لكنهم رفضوا أبوه زي ما عاد رفضت بالظبط. ألقي عليه الذكرى من بيننا؟ ليه؟ ليه هو يعني هو الوحيد اللي تأتيه الرسالة من بين احنا كلنا موجودين اهو، ليه يعني اشمعنى هو؟ بل هو كذاب أشر. وقالوا له انت مسحور. قالوا انما انت من المسحرين. قالوا هل آمنتم بصالح؟ فقالوا نعم. قال إنا بالذي آمنتم به كافرون. قالوا للي آمنوا بصالح كل حاجة آمنتم بها إحنا هنكفر بها. فظل صالح عليه السلام يدعوهم ويدعوهم، ووصل بهم الأمر إلى أنهم بدأوا يطردوه. قالوا له اتطيرنا بك وبمن معك، يعني مش عايزين نشوفك، أنت شؤم علينا أنت واللي معاك، كل ما نشوفك يحصل لنا بلاوي ومصايب، أنت شؤم ابتعد عننا. كان رده قال طائركم معكم بل أنتم قوم تفتنون. فوصل الأمر للعداء الكامل، ووصل الأمر إلى أنهم بيرفضوا أنهم يجلسوا معاه تماما، لأنهم خلاص قرروا أن هو شؤم وأنهم بتشأموا منه. فلما وصل الأمر لكده حذرهم وأنذرهم، فقال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة، افترضوا إن أنا كنت على الحق. وكان الله سبحانه وتعالى ربنا جاب لي النبوة دي نزلها عليا واختارني رحمة منه واختارني، فمن ينصرني من الله إن عصيته، فما تزيدونني غير تخسير. افترضوا إن أنا نبي وانتوا بتأمروني بالمعصية، ولو عصيت الله أنا هخسر وانتوا كمان هتخسروا. فده قرروا إنهم يتحدوا. قالوا ما أنت إلا بشر مثلنا، فأتي بآية إن كنت من الصادقين. عاوزنا نتبعك يا صالح، هات لنا آية معجزة كده. ومش أي معجزة، يا ما سابلوش اختيار المعجزة ولا الآية. قالوا مش هنقبل أي معجزة، عايزين حاجة كده يعني معينة. هما طبعا علماء في الجيولوجيا ودرسين المنطقة كويس، وصلوا من العلم درجات كبيرة جدا. عندهم في المدينة صخرة كبيرة جدا جدا، قالوا له عاوزين الصخرة دي تنشأ وتخرج منها ناقة. بدأوا بقى اجتمعوا وابتدوا يتفننوا ويضحكوا ويتشرطوا على صالح عليه السلام. واحد قال لازم تكون الناقة دي حامل، والتاني قال لا مش حامل بس، حامل في شهرها العاشر. واحد قال لازم يكون لونها أحمر، واحد تاني رد وقال لازم صوفها يبقى كثيف وكتير، واحد قال لازم تكون ضخمة جدا جدا، أضخم من أي ناقة، لا أضخم من أي ناقة جت في البشرية. واحد قال احنا مش عايزينها كده ضخمة ضخامة عادي، لا احنا عايزينها بحيث ده لو نزلت البير تشرب تخلصه في يوم، القرية تشرب في يوم وهي في يوم. ابتدوا يتفننوا عشان يعجزوا صالح عليه السلام. فكان رد صالح عليه السلام قال لهم يعني الآية دي لو جات لكم هتؤمنوا؟ قالوا أيوة هنؤمن. قالوا اجمعوا الناس، جمعوا الناس في اليوم الموعود. صالح دعا كل الناس، تزلزلت الأرض وانشقت الصخرة أمام أعين القرية كلها. خرجت من بين الصخور ناقة ضخمة عظيمة، أضخم ناقة رأوها في حياتهم، بل أضخم ناقة شافها التاريخ والبشرية، ضخمة ضخامة غير عادية، ضخامة هائلة، ناقة بتشرب المية بتاعة البير بيكفيها والقرية كلها يكفيها في اليوم التاني، حامل في شهرها العاشر زي ما اشترطوا، على وشك الولادة بالوصف اللي وصفوه بالظبط لصالح. قال يا قوم هذه ناقة الله، يعني ليست مولودة من النوق وإنما دي خلق الله بلا أبوين، هذه ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. حدد لهم
الشروط، فقال لهم الناقة دي هتشرب من البير يوم وانتو يوم. يعني خلاص اتفقوا على كده، بلاش تمسوها بسوء، حذرهم هيأخذكم عذاب عظيم. أي ذنب هيحدث للناقة هيسبكم عذاب كبير. يقول الله سبحانه وتعالى: إن مرسل الناقة فتنة لهم، اختبار، فارتقبهم واصطبر، ونبئهم أن الماء قسمة بينهم، كل شرب محتضر. ونبههم إن هم ما يعتدوش على الناقة وما يمنعوهاش إنها تشرب من البير. وقال لهم: ناقة الله، احذروا إن انتوا تمسوها، ناقة الله وسقياها، لا تمنعوها من الشرب ولا تؤذوها. لما الناس رأت المعجزة الفظيعة الهائلة ديت، معجزة كبيرة جدا، انقسام الصخرة وخروج الناقة، يعني حاجة ما فيش حد بعدها يكفر، الناس اتقسمت نصين، قليل منهم آمن واتبع صالح عليه السلام، وللأسف الأكتر فضلهم على الكفر والعصيان. أكتر ثمود ظلوا على الكفر بعد الآية العظيمة دي، يقول الله سبحانه وتعالى: فظلموا بها، يعني رأوا الآية قدام عينيهم وظلموا بها، مع إن انتوا اللي اشترطتوا الآية وانتوا اللي اخترتوا الآية وجاءتكم زي وصفكم تمام، للأسف وأصرتوا على الظلم. يقول الله سبحانه وتعالى: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. ويقول: وآتينا ثمود الناقة مبصرة، آية واضحة، آية واضحة، ما فيش حد يكفر بينها بعد كده، محدش يقول احنا بقى مسحورين ولا ما ينفعش، لان السحر بيستمر دقايق. لكن الناقة ظلت بتشرب يوم وهم يوم، بيحلبوها وهي بتشرب، وولدت امام اعينهم، وجاء ولدها على شكلها، وكانت بتشرب وترجع الصخرة ترجع تظهر تاني والشكل بالظبط اللي هم وصفوه، وابنها جاء شكلها، كانوا بيستعجبوا، وابنها جاء شكلها بالظبط، مكان ما تروح كان ابنها بيمشي وراها، يعني ما فيش مجال للسحر نهائي. آية مبصرة وواضحة، مش لحظات سحر وبتنتهي. عاشت بينهم فترة طويلة. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويف. فضلوا متعكبين من الناقة، لكن للأسف ما أمنوش بيها، فضلت الناقة بينهم بتشرب يوم البير وياخدوا اللي بيحتاجوه لليوم التاني، هم يشربوا وهي تشرب، فضلوا على النظام ده، وكان ابنها بيشرب معاه طوال الوقت. فضلوا متعجبين من الناقة، لكن ما أمنش منهم إلا قليل. فضلت الناقة بينهم بتشرب هي وابنها يوم من البير، وهم بيشربوا يوم وياخدوا من البير حاجتهم لليوم التالي، واليوم اللي بعده تيجي الناقة تشرب هي وابنها طول اليوم. وكانت وهي بتشرب بيحلبوها ويشربوا منها، فتكفيهم كل القرية، يكفيهم اللبن، حليب كميات هائلة يكفي القرية كلها، فكانت نعمة لو أمنوا بيها، لكنهم للأسف كفروا. واجتمع الملأ اللي هم علية القوم وتحوروا في الأمر، قالوا: احنا خايفين الناس تتركنا ويتبعوا صالح، الناقة دي لازم نقتلها، الناقة دي أذتنا. وابتدوا يطلعوا الحجج ويبتكروا في الحجج، ويقالوا: احنا بنشرب يوم وهي يوم، وننتظرها تشرب علشان نشرب تاني يوم، الناقة دي من ضخامتها ده بتخوف الأغنام والإبل بتاعنا، ده بيشوفوها بيفروا بيهربوا، ده بترعبهم، ده الناقة دي مزعجة، لازم نتخلص منها. اجتمعوا وتحاوروا وتشاوروا، اختاروا راجل منهم ذكروا المؤخرون هو قدار ابن سالف، فنادوا قدار واتفقوا معه على قتل الناقة. يعني مش قدار وحده اللي قتلها، الأمر تم بالاتفاق. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، فكيف كان عذابي ونذر. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول على قدار: هو أشقى الأولين. وذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: فنادوا صاحبهم. وذكروا في آية أخرى: إذ انبعث أشقاه، أشقى الناس هو قدار.
فتحرك ودار وجاء بصاحب له، كان صاحبه اتفقوا على أطل الناقة. فكان هو وصاحبه بيروحوا مجلس من مجالس الخمر والفساد، بيقابلوا مجموعة من أصحابه. ففي المجلس ده كدار وصاحبه اتفق مع 9 من أصحابه فاسدين، هم كمان بيجتمعوا على الفساد، اتشاوروا فيما بينهم. كدار قال لهم إن هم يشاركوه في قتل الناقة، فاتفقوا ووافقوا على الرأي إن هم يعاونوه، واجتمعوا مع الناس واتفقوا إن احنا خلاص على كله اجتمع على قتل الناقة. كل الناس أيدوهم وشجعوهم على قتل الناقة فعلا بقول الله، وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. شباب في منتهى الفساد، مفيش بينهم خير، للأسف ليس فيهم صلاح على الفساد الدائم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذ انبعث أشقاه، انبعث لها رجل عارم عزيز منيع شديد قوي من عائلة معروفة، الكل أعطاه التعهد بحمايته، هو قضاء خلاص اتفقوا وخلاص ان هم يسندوه. وفعلا تحرك 9 وتربصوا للناقة وهي قادمة من الجبل، كانت بتنزل من الجبل تشرب وترجع الجبل تاني للصخرة اللي هي خرجت منه من الأول. انتظروها في الطريق، فلما وصلت أمرهم كدار إن هم يهجموا عليه. لما هجموا عليها خافوا وهربوا، ضخمة جدا جدا، خافوا طبعا. دحق منهم كدار وتقدم إليها وضربها على رجلها فعقرها. العقر هو كسر الرجل، لما كسر رجلها سقطت. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، يقول سبحانه وتعالى: فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. ويقول عن عقر الناقة: فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم. بعد ما عقروها قالوا: يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. اتحدوه، عقروا الناقة وعقروا وراها ابنها. ابنها ما شافهم ضرب أمه هرب بسرعة للصخرة، فتبعوه أحاطوا بيه فرغى 3 مرات بصوت عالي قتلوه. ثم اجتمع أهل القرية يقطعوا اللحم ويأكلوا من الناقة، ناقة ضخمة ولحم عظيم، وكل شارك في هذه الجريمة إلا صالح والقوم المؤمنين اللي اتبعوه. جاء الخبر لصالح عليه السلام أسرع، لقى الناقة وابنها مذبوحين والناس مجتمعين بيأكلوا من اللحم، فناداهم كل الله عز وجل فعقروها. فقال عقروها، عقروا الناقة، فقال قال لهم صالح، فقال: تمتعوا في داركم 3 أيام، ذلك وعد غير مكذوب، 3 أيام بس وكلكم هتشوفوا الهلاك. الآن بدأ التحدي: ائتنا بما تعدنا. وجاء الرد: مهلة 3 أيام. اجتمع الناس وبدأوا يتحاوروا، يا ترى صالح مخبي ايه، وايه الانذار اللي هو انذرنا بيه ده، صح ولا مش صح، ويا ترى يحصل لنا ايه. ادالهم 3 أيام، قتلوا الناقة وقتلوا ابنها. بدأوا يتحاوروا في امر صالح والانذار اللي ادهولهم، فقالوا خلاص احنا قتلنا الناقة وقتلنا ابنها، مفيش مشكلة نقتل صالح بقى والقصة دي كلها نخلصها بقى، هيقعد ينذرنا ويرعبنا وكده. وبدأت المؤامرة على قتل صالح بالفعل، استعدوا لقتل صالح وجهزوا الرهط 9 وجمعوا اللي يساعدهم، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكره، دمرناهم وقومهم أجمعين. أول تدمير نزل بهؤلاء 9، ارتجت الأرض ونزلت عليهم الصخور فقتلتهم. إنا دمرناهم وقومهم أجمعين، أول من قتل هم هؤلاء 9،
اللي كانوا عاوزين يقتلوا سيدنا صالح. ثم بدأ العذاب نزل، صالح أخد اللي أمنوا بيه وطلع بره خارج الحجر خالص، وابتدى العذاب. ابتدى العذاب في اليوم الأول، كل قوم صالح ثمود وجوههم اصفرت، بدأوا يعيطوا، أول علامات الإنذار ظهرت وعرفوا إن الموضوع بجد. اليوم الثاني انقلبت الوجوه فأصبحت حمرة، ربنا عافينا. في اليوم الثالث أصبحت الوجوه سوداء، أخذوا يبكون بشدة، يولولون ويصيحون، بدأوا يحفروا القبور بتاعتهم. عرفوا أن الأمر حق وأن مفيش مفر من العذاب، وخلاص العذاب هينزل. وافتكروا ساعتها قوم عاد والريح اللي جات عليهم، وربنا ما بعت لهمش للأسف عذاب واحد زي عاد بريح صرصر عتية، ولا زي قوم نوح بالطوفان. ربنا أرسل عليهم أصناف من العذاب، لأنهم اشترطوا على الله آية ووصفوا صفات معينة وجاءتهم زي ما طلبوا بالظبط. ربنا بعت لهم أصناف من العذاب. بدأ العذاب برقفة، بدأت الأرض تهتز فسقطوا على أرجلهم، ما قدروش يقفوا، جسموا. ثم بدأت الصواعق تنزل عليهم، ثم ختم الأمر بصيحة أهلكتهم أجمعين. يقول الله عز وجل: فأخذتهم الرشفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. يقول الله سبحانه وتعالى: وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين. تمتعوا 3 أيام فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. ما قدروش يقفوا وما كانوا منتصرين. قول الله تعالى: وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها. يقول تعالى: إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم محتضر. دمرهم الله سبحانه وتعالى، فتتهم، دمرهم دمار كامل. ثمود كلها أبادت، نجى الله سبحانه وتعالى صالح ومن معه. فلما جاء أمرنا نجينا صالح والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وفضلت بمساكنهم آية إلى يومنا هذا، شمال غرب المدينة المنورة، كل ما يمر عليها يرى هذه المساكن، مساكن مدائن صالح. يقول الله سبحانه وتعالى: فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. عشان محدش يشك إن الرواية مش حق، طرق ربنا سبحانه وتعالى مساكنهم إلى اليومنا هذا عشان الناس تشوفها وتتعظ. وهاجر صالح عليه السلام، يقول الله سبحانه وتعالى: فتولى عنهم وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، ولكن لا تحبون النصحين. وهاجر صالح عليه السلام ومن معه إلى فلسطين، الأرض المباركة، سكن في مدينة الرملة، ومات هناك صالح عليه السلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لما كان في طريقه إلى غزوة تبوك مر على مدائن صالح، فذهب بعض الصحابة وأخذوا الماء من أبار مدائن صالح، وأخذوا بعض الأواني وعجنوا وطبخوا من الماء ده. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالأواني أنها تكسر، وبالماء أن يسكب، وبكل الطعام اللي حضر من الماء ده أنه هو يرمى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين. محدش يزور مدائن صالح يتفرج كده زي ما بتفرج على أثار رومانية ولا أثار فرعونية، لا، ده تخش الأماكن دي تتذكر قدرة الله عز وجل وجبروت الله عز وجل، فلا تدخلها إلا باكين. في رواية: إن لم تبكوا فتباكوا لألا تكونوا قوما ظالمين. ألا إن ثمودا كفروا ربهم، ألا بعدا لثمود.
وانتهت بكده قصة ثمود مع صالح عليه السلام اللي ذكرت في القرآن أكثر من 26 مرة، موعظة كبيرة جدا وذكرى للمؤمنين. عاش الناس ورجع الإيمان مرة تانية بقوة كبيرة جدا، والناس وحدوا الله وعبدوا الله وحده. كده تكون خلصت حلقتنا، وإن شاء الله الحلقة اللي جاية نعرف يا ترى الناس ضلت تاني وانحرفت بعد العذاب اللي شافوه والآيات والناقة واللي حصل لقوم ثمود. كل الآيات دي يعني هل ممكن حد يقدر يكفر وربنا ساب الأماكن دي لكل الذريات اللي هتيجي من بعد كده علامة وآية؟ هل الشيطان هيعرف يغوي تاني بني آدم بعد العظة الكبيرة دي؟ هل الناس كفرت؟ طب هل ربنا بعت نبي بعد سيدنا صالح؟ مين النبي اللي جه بعد سيدنا صالح يوعظ الناس؟ اكتب لنا في الكومنتات وشاركنا الحلقة الجاية، وأكيد هقرأ كل التعليقات بتاعتكم. وننهي حلقتنا بالصلاة على الرسول، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.